تحت شعار الحنطة ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي، أقامت وزارة الزراعة الملتقى الخاص بنجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة للموسم الزراعي لعام 2023، وأن الدور الأكبر للفلاحين والمزارعين في تحقيق هذا النجاح. بفضل الله تعالى وبجهود كوادر الوزارة والوزارات الساندة كان هذا الموسم موسم متميز، حققنا باكتفاء ذاتي تجاوز 5 مليون طن، وهذه حقيقة تمثل بادرة خير، لأنه اليوم العراق يعيش كما تعيش المنطقة تحديات كثيرة، ومحصول الحنطة هو المحصول الاستراتيجي والمهم. العراق اليوم من حينما يحتفي ووزارة الزراعة تحديدا بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي لمفردات السلة الغذائية من هذا المحصول الاستراتيجي المهم في عالم اليوم، وجود تهديد حقيقي للأمن الغذائي فيه مع ارتفاع أسعار الحبوب عالميا، مع وجود أزمات أمنية في العالم أثرت بصورة مباشرة على أسعار الحبوب. الملتقى الذي تقيمه وزارة الزراعة هو الإعلان عن نجاح خطة عمل متكاملة بدأت بفكرة عند السيد الوزير المهندس عباس جبر المالكي، آزرها الكادر المتقدم في الوزارة، ثم توجت هذه الفكرة بإعداد خطة زراعية متكاملة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية. توسعنا بها بالمساحات الزراعية الخاصة بالأراضي الصحراوية، لأول مرة نزرع 4 ملايين دونم باعتمادنا على المياه الجوفية لتعويض النقص في الأراضي الزراعية التي تروى سيحنا عن طريق مياه الأنهار. يعد هذا الموسم الزراعي الأبرز رغم جميع الظروف الصعبة التي شهدها من جفاف وتناقص للمياه، ولكن همة الخيرين في هذا القطاع كانت هي الفيصل في تحقيق هذه النجاحات. حقيقة رأيي أولا هذا خير من رب العالمين وجهود مباركة من دولة رئيس الوزراء ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والجمعيات الفلاحية ووزارة الموارد المائية، جهود حقيقة استثنائية وإدرار من رب العالمين بالموسم الماضي من الأمطار والخيرات اللي نزلت علينا من السماء. نجح الموسم ووصلنا إلى الاكتفاء الذاتي لأول مرة منذ 20 عام. كل القطاعات الزراعية لعبت دور كبير في الاكتفاء الذاتي، من وزارة الزراعة إلى الجمعيات الفلاحية إلى المحافظات إلى كل اللجان. كان دور الجمعيات الفلاحية هو دور تنظيمي، دور إرشادي، دور تنظيم المياه. تعرفون احنا كنا في شحه مياه، الله سبحانه وتعالى بارك في هذا الموسم الماضي، فلولا التنظيم لما كان الاكتفاء نصل الى الاكتفاء الذاتي. فكان دور الجمعيات الفلاحيه دور متميز في هذه السنه، وكان دور يعني تجمعي بين الجمعيات ومدراء الزراعه والموارد المائيه. حقيقه كانت شبه عائله يعني زراعيه، قدرنا ان نصل الى الاكتفاء الذاتي بمساعي الكل. تحقيق الإنتاجية المتميزة لهذا المحصول الاستراتيجي المهم أدى إلى توفير الأمن الغذائي من خلال محصول الحنطة والسعي للوصول إلى مرحلة التصدير والابتعاد عن عمليات الاستيراد. شيماء العبيدي، قناة العراقية.